وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح، سفير دولة الكويت السابق في مملكة البحرين وسفير دولة الكويت في إيطاليا حاليا. مساء الخير سعادة السفير، إبان تواجدكم في مملكة البحرين كسفير للكويت الشقيقة في المملكة، كان لكم العديد من اللقاءات التي جمعتكم بفقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله، والذي كان يخص دولة الكويت الشقيقة بمحبة خاصة جمعته بأمير دولة الكويت الراحل، ويعني علاقة أخوة وود كبيرة. ما الذي كانت تمثله هذه العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة بقلوب يعتصرها الحزن والأسى في المصاب وفي الفقيد الكبير الأمير خليفة بن سلمان. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. سعادة السفير نتقدم ألو نعم تفضل سعادة السفير. نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى وإلى سمو العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد، بخالص العزاء وصادق المواساة، والله يديم عليهم الصحة والعافية لاستكمار مسيرة الخير والعطاء في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. يعني الحقيقة عندما نتحدث عن العلاقة الخاصة بين الكويت وبين البحرين والقرب الحميمي والمودة اللي كان يجمع الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح والأمير الراحل خليفة بن سلمان، نعم كان يجمعهم الكثير من المودة والمحبة، وإحنا كنا نعتبرهم الحقيقة أوتاد الخليج وأعمدة الحكمة والإنسانية، وكان يجمعهما حب الخير ووحدة الخليج الحقيقة. وأنا أستذكر كما أنتم عرضتم مشكورين الزيارات الرمضانية اللي كان يقوم فيها المغفور بإذن الله الأمير خليفة بن سلمان. الحقيقة يعني وهو رسخ وعزز بعد جديد في العلاقة الكويتية البحرينية اللي هي علاقة صلة الرحم وبالقربة. فكان عندما يذهب في شهر رمضان شهر الرحمة والخير كان يحرص على صلة الرحم، والحقيقة احنا كنا نكون معاه رافقة في هالزيارة الرمضانية، والله كنا نخاف عليه يعني من الإجهاد ومن التعب، لأنه كان يحرص الله يرحمه أنه يقف أمام كل فرد من أفراد أسرة الصباح ويطمئن عن حاله وعن حال أهله وعن حال أسرته. فكان فعلا يجسد تجسيد كبير العلاقة العائلية وعلاقة بصلة الأرحام، وكان بمثابة الكويت كان عيد الحقيقة وفرحة، الكل كان يفرح في هذه الزيارة، وكانت عيد لأن كانت الأجواء يعني تفيض ومطعمة بالفرحة ولقاء عيال العم والعائلة الواحدة. نعم سعادة الشيخ عزام الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة السابق في مملكة البحرين، نعزيكم ونعزي أنفسنا بوفاة الصاحبين الصديقين والأخوين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمهما الله، وشكرا جزيلا لك.